الفرح العارم بالنسبة إلى الكرة السعودية بفوز الهلال هو في البداية أحد ثمار حقيقة اهتمام ودعم سمو ولي العهد اللي بدأ قبل موسمين ومثل ما تعرف أبو كرم بتسديد ديون الأندية ووضع الأندية في السكة الصحيحة. اليوم أحد هذه الثمار اللي يجنيها الأندية هذا هو عودة الأندية السعودية، خلينا من كمسمى من الهلال، عودة الأندية السعودية إلى سدة آسيا إلى سدة آسيا. وهذا طبعا هذا جزء من رؤية 2030 بالتأكيد. وأبو كرم هذا الإنجاز هو لن ينعكس على الهلال فقط، الأندية السعودية التي كانت تشارك طوال العقد الماضي أو الثمان سنوات الماضية ويدخل الفريق في بطولة أو دور المجموعات ومن ثم يخرج بدون أن تكون هناك محاسبة، لا، بعد تحقيق الهلال وبعد مثل ما أشرت أنت الاستقبال الفخم من قبل القيادة من سمو ولي العهد والفرح العارم وخلينا أقول لك إياها وعودة الوهج للكرة السعودية، سيكون أي فريق مشارك في النسخة القادمة عينه ولقبه أكثر على دوري أبطال آسيا أكثر من منافسات البحرية. لكل اللي تساءلوا أنه لما دفع ولي العهد مليار وشوي ديون الأندية ولما معالي تركي آل الشيخ قرر لما كان رئيس هيئة الرياضة أنه يكونوا 8 محترفين ويكون الدوري عالمي بالحضور بالجوائز أثناء المباريات بالحكام اللي جايين من كل أنحاء العالم، هذا هو النتيجة اللي وصلنا لها اليوم، إنه المحترفين، الإثارة، القوة الجماهيرية، دخول العوائل للمباريات كلها أثمرت أن يعود الهلال ويعود نادي سعودي إلى قمة الكرة الآسيوية. حتى اللي بتسألوا الهلال يا جماعة كيف وصل لصار بطل لآسيا، غلب أقوى أقوياء غرب آسيا وختمها من شرق آسيا.